السميع سعد الله الخويلدي من مقر البرنوجي مركز دمنهور محافظه البحيره. فهمتي؟ البرنوجي مركز دمنهور محافظه البحيره. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. مشكلتي الخاصه اللي بنعاني منها الاصلاح الزراعي. السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سلمنا فدانين، سلم والدي انا فدانين مكسوب يعني ثلاث قطع لحتى 16 جرام ناكل فيهم لقمه العيش. جانا في عهد مقابل ايه بقى؟ ده بعثه اصلاح زراعه. اه يعني ما كنتوش انتوا تبع محاربي اليمن الفدائي؟ لا لا لا. تسليم جمال عبد الناصر استمرت البحث. ثلاث قطع. الجماعه المبحوثين ان حالتهم ضعيفه فعاوز يملكهم ارض في الاصلاح. نعم. وبعدين ان انا كان من حقي ان انا 15 سنه ان ابويا خد الارض ديت ارض صحراء ارض بور واستصلحها على كتفه وجاب الزرع تمام التمام. فوجئت بالاقطاع اللي اخذتها منهم في الارض. الاقطاع ده مين بقى؟ عائلات نوار. عائله ايه؟ نوار. انت جيت مصر ليه النهارده؟ جاي عشان اضيف الارض بتاعتي انا من كفر الجينه مركز طبخ. اسمك ايه؟ صبحي عبد الغني محمد سالم. صبحي عبد الغني محمد سالم. خدمت 14 سنه في الجيش، اشتغلت اربع معارك. خدمت مع ثلاث رؤساء مع عبد الناصر والسادات ومبارك. نعم. وجم بيكرموني بعد ما جيت مليان بيقول لك ارض ولا صيف ايه؟ قلت لهم ارض لان الراجل ما بعرفش لا ارى ولا اكتب ادوني حق الارض. خدت الارض لغايه الان والاخر جم خدوها تاني مني. لو انا موظف مش هيطلعوني على المعادله. مين اللي خدها منك؟ عبد العزيز حامد المصري. عبد العزيز حامد المصري. نفس القضيه بتاع سير شوية. ايوه هي نفسها. اللي عاوز يتوسع بمصنع السيراميك بتاعه عليه. فدانه نص هي و12 سنه. ووجودك في الجيش في حرب اليمن يضيع. هو ما طلعش من بيته. الشهاده دكتور اللي هو جايبها من ليبيا ولا جايبها من اليمن. ما طلعش من بيته خالص. فانا ازاي يعني بعد الكليات ونتبادل بليله دي ونيجي نترمى في الشارع. طبعا قضيه شورش فلاحين شورش هي دي بقى القضيه الام لاصلاح الزراعه كله. لان القضيه ديت منذ استلامنا سنه 67 بموجب استمارات بحث ورقم شرع طلع الفلاحين اللي كانوا في حرب اليمن وبناء على قرار سعد الراحل عبد الناصر انه يخيروا بالارض الزراعيه او وزراء. الفلاحين اختاروا الزراعه. اتوزعت عليهم مساحه 43 فدان كل واحد باستمارات بحث طبقا للاسره التي يعود. توزعت عليهم مساحات مختلفه. كانوا كام اسره في الايام دي؟ في الفرد اللي هو ده كان 24 جندي طالعين. 24 جندي. الكلام ده كان في 67. اخذوا 42 فدان. هو 43 فدان بالظبط. 43 فدان. توزعت عليهم مساحات مختلفه. من 67 لحد دلوقتي 2015 ال 24 جندي دول تعدد عدد اولادهم واسرهم فوق ال 2500 شخص. ما شاء الله. اللي طبعا فيهم مين يعني؟ اللي طبعا فيهم عبد العزيز فريد حامد المصري. اشمعنى هو يعني؟ ابن فريد حامد المصري ده كان من كبار الملاك في عصر الايه؟ ما قبل الثوره. انا عايز حاجه واحده دلوقتي بقى، انا معايا ثلاث احكام. حكم 86 يثبت ان الارض اصبحت السلع النهائي للاصلاح الزراعي. حكم 2007 الغاء قرار البيع والتصالح وفتره التسليم وبطلان تسليم الارض لورثه حامد المصري. حكم سنه 2014 برفض الطعن. كلية الاحكام ديت محدش معترف بها، تروح الشرطه يقول لك بالله واشرب ميتها. انا عايز حاجه واحده بس. احكام قضائيه الشرطه اداريه عليا ومجلس دولي يقول لك بالله واشرب ميتها. سند محمد ابراهيم. منين؟ من سيرسو مركز طاقه العلميه. انت بقى من سيرسو نفسك. من سيرسو نفسك. حضرتك الارض ديت تم توزيعها على صغار الفلاحين سنه 66. صغار الفلاحين ولا محاربي اليمن؟ ما هو صغار الفلاحين محاربي اليمن. اللي هم الناس اللي ما معهاش مؤهلات. كانوا فلاحين. كانوا بيخيروا بين الارض والوظيفه، هم اللي ما معهمش مؤهلات خدوا الارض. الارض دي تم توزيعها عليهم. يعني هم تم تاخيرهم يا ارض يا وظيفه. يا ارض يا وظيفه. فقالوا لا ان احنا لا بنقرا ولا بنكتب ولا بنعمل ايه. هم يجيبنا الفلاح. احنا عاوزين الارض. عاوزين الارض. كويس. خدت بقى حضرتك استلموا الارض ديت بموجب استمارات بحث. تم توزيع الارض عليهم طبعا الخاضع اللي هم ورثه الحمد المصري. يعني ايه الخاضع ده؟ الخاضع ده الناس مش فاهمه كلمه الخاضع. كلمه خاضع ده يعني دلوقتي. يعني هذا الرجل كان اقطاعيا وخضع لفرض الحراسه. فرض الحراسه على املاك واملاك يسيبوا له 100 فدان طبقا لقانون الاصلاح الزراعي وياخدوا الباقي ويوزعوه على صغار الفلاحين. وده اللي حصل معانا. الخاضع قدم اعتراف سنه 67. اعتراض على ايه؟ اعتراض على انه الاستيلاء على ارضه بطله بموجب انه باع الارض لاولاده للذكر مستحضر الاسامه. يعني الخاضع اللي هو فريد حامد المصري عنده اولاد ذكور واناث.
أدي معهود بالاعتراض ده إن أنا بقت الأرض لأولادي قبل الاستيلاء. وبناء عليه إن الاستيلاء بطل. كانت تبقى حضرتك صدر قرار إفراج مؤقت سنة 83. إفراج عن الحراسة دي؟ إفراج عن الحراسة مؤقت. وكانت الأرض دي توزعت عليه؟ كانت متوزعة عليه، وفضلنا في الأرض. ما خرجناش من الأرض. كانت تبقى 19. طبعا ايام ما كان الاصلاح الزراعي بيقوم بالمهمات الرئيسيه اللي هي الحفاظ على زراعه الفلاحه. سنه 83 محامي الهيئه العامه للاصلاح الزراعي رفع قضيه في مجلس الدوله في المحكمه الدوليه العليا هنا، بيقول فيها او المستندات اللي قدمها فيها ان العقد المقدم من ورثه الخاضع عقد مزور، كما هو مبين في القانون 86 وفي نسخه من الحكم 4 حضرتك. عقد مزور اي ان ورثه الخاضع حاولوا الحصول على الارض بالتزويد. القضاء سنة 2007 قال بطلان قرار التصارف وإلغاء ما ترتب عليه من أصار أخصها بطلان تسليم الأرض لورثة فريق حمد المصري، أي إن الأرض من سنة 97 ل 2007 تحت إيد الناس دي بالباطل. أنا يا أستاذ محمود إحنا بنوجه صوتنا بقول إن مباحث مركز طلعت ومباحث الدالية تجاوزت في تطبيق القانون ضدنا، تجاوزت في تلفيق تهم لم تحدث للناس دي كلها. بس والروح مش هياخدها الا اللي خالقها، خلاص احنا حقنا في ضعف الدوله، ولو الدوله مش هتجيب لنا حقنا، لو الدوله مش هتجيب لنا حقنا يتفضلوا يهجرونا. انا هقعد في البلد انا علاقتي بالبلد دلوقتي علاقه ان انا مجرم عايش في وطن مش راضي عنه خالص. الى السيد اللواء مجدي عبد الغفار الواقع مثبت امامك بالصوت والصوره، انا عن نفسي واثق ان حضرتك عندك الحق. أنا عن نفسي واثق إنك مكلف السير رئيس الجمهورية بإنهاء مثل هذه الحالات. أنا لا أتهم أحد، ولكن الواقع مدهولة على لسان أصحابها. حضرتك تقدر تشكل لجنة من الصبح تعمل تحريات، بس لجنة أمينة، لجنة حضرتك أنت شخصيا تعملها. الشرطة المفروض تنفذ قرار، تنفذ حكم، هو مش حكم ده قرار تنفيذ من المحامي العام. الناس معاها ثلاث احكام قضائيه من القضاء الاداري من الاداريه العليا لم تنفذ. الشرطه معنيه بالحمايه وليست بالمعنيه بالارهاب وبحمايه المغتصب، مغتصب الحق من اصحابه. كل ثقه من الاتحاد العام للفلاحين ومن جريده الارض وباسمي انا شخصيا محمود البرغوثي الصحفي وعضو نقابه الصحفيين، كل ثقه في ان الحق يرجع لاصحابه.